طبعا من الاصدقاء اللي هو طارق السلامه الحقيقه، ويعني الحقيقه تفاعلك الرائع وحضورك وحته برضه لو لم اكن تنطويا دي فيها كلام كبير قوي. لا اصل عليك في القمر بكلام الدكتور بجمانة مش طنطا، ما تتكلمش عن طنطا، الكلام ده كله مش طنطا يعني تفريخ. لا اقل حاجه عندي على فكره الاستاذ ممدوح انا واثق انه بعد ما يرجع من السفريه هيروح زياره لبنك الدم. انا بكره يا باشا، صح بكره يا باشا، انا حاسس بلاش هنا. انا جالي الناس شعور جوايا من متابعتي له انه انا عايز اروح بالكتاب. انا عارف ان بعت ناس قالوا لي الاسبوع ده على فكره كله دم كله دم دايما دايما باس. وانا حاسس ان انا مش جميل، انا حاسس يا دكتوره امل انه لما يروح هيبقى في خير. انا شايفها اتبرع في حاجات كده واخدها الخزنه بتاعه بلدهم كفر الحمل، في حاجات هتتحول. ربنا يستر كده يعني ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. السلام عليكم، مساء الخير على حضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. معالي الدكتور اتكلم باسلوب روحاني شويه وانا وجعني شويه كلامه. الدكتور مختار بيه؟ الدكتور مختار وجعني كلامه بامانه. نعم. فانا برد عليه في حديث لسيدنا النبي بيقول: ما اجتمع قوم على نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله عنه. نعم. هي فعلا اليوم غريب، التوقيت غريب. المولود الاول بالنسبه للواء طارق كان في رمضان. ايوه. ودلوقتي في شعبان. السنة الجاية بإذن الله يكون في رجع. اتفضل يا دكتور. دي كمان معرفة قديمة. أنا تلميذ حضرتك. أيوه. الله. تلميذك. ده تلميذ. طب اتفضلوا الأستاذ ياخد ليه؟ أنا عايز أقف شوية. هو عشان يديه بس بيت الذكرى. صراحة خش على الدور. الواحد سعيد جدا بحضراتكم. وتشرفت بيكم جدا جدا جدا. وبمناسبه برضو كلام الدكتور مختار، هو اتكلم على البروفيسير او البروف. نعم. هم قال يعني انا اعرف في تاريخ حياتي ان ثلاثه لا سلطان عليهم يا دكتور. رئيس اللي على ضميرهم ولا عليهم، رئيس الجمهوريه، القاضي، ودكتور الجامعه. الميزان ده اختلف عشان كده ما يبقاش فيه تعليم. ما في بامانه، ما فيش. انا اللي بشوف دكتور جامعه عشان كده ما فيش مدرس. استاذ فخر ابو شهير كان بيديني انجليزي، الراجل ده كان مشروع عالم بامانه الله. يعني انا تلميذ كنت محب للماده اللي استاذها استاذ. الراجل ده كان ممكن يعمل جامعه امريكيه في طنطا بامانه الله. يعني عالم في اللغه. اجيب فلوس في سويسرا. اديب، شاعر، و موسوعه بامانه. يعني هو انا يعني هو كاتب كتاب انا سمعت عنه كده بيقول حاجه للتاريخ، هو تاريخ طنطا بامانه. يعني في ناس اكبر مني تلامذته كمان. عشان كده بامانه مفيش اللي حضرتك بتتكلم عليه، انا مش شايفه. انا قلت كلمه ايه؟ يوم نصل لهذا الاستاذ بالظبط. مفيش الدهابزه بتوع زمان كان ده الرياضه، ده الكيمياء، ده الطبيعه، ده الانجليش، ده الفرنش، ده ثوابت. النهارده مسخره، عيال طالعه من سنه وبتدي دروس، طالعه من كليات لسه في كليات بتدي دروس. فده بامانه النهارده لما بتلاقي نبته فيها علم لازم تحافظ عليها طبعا، تحافظ عليها بكل ما تملك طبعا. بكل ما تعملوا. فربنا يدي لحضراتكم الصحه، لان انتوا الاستمرار اللي فيه امل ان ممكن يطلع من تحت ايديكم معلم. وكل سنه وحضراتكم طيبين، والف الف مبروك يا طارق بيه، وعقبال شهر رجب الجاي واحنا كلنا مع بعض باذن الله. الله ينور عليك يا دكتور، انا معجب قوي بصراحه. انا ربنا ما يحبسني ليك.